يسرقونا بدون تما غير مباشر. تمشي للقهوه تاكل بيتزا هي كدير 60 درهم ولا 70 كيقول لك 130 درهم، تشرب كاس ديال العصير كيقول لك 70 80 درهم، تمشي انت والاصدقاء ديالك تدخل للريستورو كتقول يمكن غادي ناكل هنا نخلص 300 400 درهم، حتى يصدق يقول لك هو 800 900 درهم. طروح الحسيمه طروح سي حنجان، ايوا المهم ودفور ديالنا غايجينا الريستورات وقت ضغط، توكلت خاصي جمعه ديال 2018 ولكن مي غشغ موسي حنجان كملوا في غش الثمن لا يعقل. نعم لا يعقل اني انا نقضي فكتورات مثلا الثمن غاك تسويه ضاع عن حوايج خمسه حوايج اتمشى نحاش تاع ذوي جديني ذي 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 مش سقان الثمن طول مجموعه الاخوات سي والمخاز المواضيع هذه المواقع الاجتماعيه كاين نداءات كاين اعلانات فالمعضله مغام أي تمسوا السماغي تبع عندي قناة تليمان تي في مليمة جام القروام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار ربورتاج النض أو إذا سقسي النض ماشي تستعدود نهار النظام العتلة ديال المغرب كان غير مجموعة الإخوان يستعدون سقوس العتلة ديال المغرب وانسقساسا يعني ماشي تستعدون العتلة يعني العتلة أصلا تعدود الصباح لكن زي الجانب النغلي توا يعني توا الهدف النض ماشي نجن يتوشمس نهار النظام زقينا وحنا العتلة يعني ماشي توغا يعني يتبع عن دي فيديوهات النب توغا عاود تصل الاخوان يعني الجاليه اللي يستعدون العطله زكوات المغرب الشان سمانيا يعني القاس الشين وشانت سواء دي ريستورات او دي رقهاوي الطريقه زي تشان يعني واجبو تصور خري غروها ري غري جن الشغل عادي يعني زي تشمت هذه القيمه يعني ماني شمسن تري العائله صمغه هذا جدي الساس الحوايج يعني تقادي فاكتوره شكوا غاك تجي ني حاج ديني جد الثمن خيالي كي نهار باش نناقش مجموعه الاخوان هذا عاودا يعني ما نتناو على السارقه اذا سني وقع نهار ذي المغرب ما دير قهوي ما دير ريستوران ما واسني وقع شيء كيما اليمان تي في زي فرانكفورت تبعت كان الفيديو خير انك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي الكوي محمدي من مسجد فرانكفورت مسجد حسان. نتكلموا بالنسبة للعطلة، والله إلا أنا مشيت هالمرة العطلة دزت على فرنسا وإسبانيا، الطريق كانت مزيان الحمد لله، كانت شوية سخانة، ولكن فاش عبرنا من الخزيرات لطنجة لأننا مقيم في طنجة نسكن في طنجة، كان الديوانة بالنسبة للديوانة وكل شيء الأمن البوليس وكل شيء كان تما معتبر، سهلوا علينا وقفوا معنا زعما بنادم ما ينكرش داك الشيء وقفوا معنا واحد الوقفه مزيانه وما تعطلناش حتى في الديوانه داروا السيرفيس ديالهم اللهم لك الحمد. ولكن دابا نرجعوا للنقطه فين كاينه النقطه في لانتوراج في الشعب ديالنا كاين واحد الاهمال كبير ولاو كي تما نقولوا حنا يسرقونا بدون تما غير مباشر تمشي للقهوه تاكل بيتزا هي كدير 60 درهم ولا 70 كيقول لك 130 درهم تشرب كاس ديال العصير كيقول لك 70 80 درهم تمشي انت والاصدقاء ديالك تدخل للريستورو كتقول يمكن غادي ناكل هنا نخلص 300 400 درهم حتى يصدق يقول لك هو 800 900 درهم اللهم هذا منكر هذا الشيء ماشي مزيان. انا اعوذ بالله ما قلت انا وقع لي هالمره في سايو مشيت انا ولاد الاخوان ديالي وخويا وكلينا الحوت وكل شيء والسيد قلنا له جمعنا الحساب قال لك 300 درهم ماشي هذا الشيء عاد غير طيب هو وصافي وجابنا شي حاجه المشروبه هكذا صدق واحد الصديق ديالنا قال له ودي اعطينا الحساب ديال هاد 300 درهم والراجل كبير فايت 60 عام بقى كيصفر ويحمار هادي هادي انا قلت له راه هذا ما عندكش الحساب ديال 200 درهم راه 100 درهم بغى يسرقها سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد نهار اذا كان امثل بغداد خصنا نعاود شويه في العطله الصيفيه للمغرب والحمد لله نروح للمغرب نور الحبيب نزرى فم وحنا نزرى فاميليا نزرى الوالدين نزرى الاحباب نزرى الدكان يعجبان الحال سوطاس طموات طموانا وزما اتنتو ابدا مهما مثلا نلقى الظروف مثلا قرخوبنا دائما وزمالية في 100% كل شيء مليح ولكن الحمد لله دائما أني الحمد لله على كل حال. ولكن إيش نقطة سكوسة بالنسبة لغير المغرب
زعما تصن الحوايج اغرانت، وخاصة هاني إذا ديال المغرب غانغ نتورى بأن التصن يدان شكام الطاس بأنه تغاكو الشي غرام ماني مالوحا، خاصة ريستورانتات مثلا نشتغل على سيمانتينو تغاروخ الحسيمة تغاروخ سي حنجة. إوا المهم ودفوغ ديال غيجنا ريستورانت وقت صدقت توكلت خاصي جمعة ديال 2018، ولكن مي غشغ موسي حنجة نكملو في غيجن الثمن لا يعقل. نعم لا يعقل. إوا المهم هاد خصوصا تلقاو قمر يقول لنا صرف جمال تلقاو الشمس قد تما لقاو خيالي جا. والمهم ولقى ملكي سي وضعوا فيها وتلا خدموها هيني وما هيني قاش تخدموها وفي ملكي صغير يعني ناس هون قال لنا سوف وما ناس معليش ناس تقول لنا مري اذا عم تشتغل وني الاصل ثمانية غلا اي وشاف غزي ثوات وني تناس. السلام عليكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحساب غير كيقول لك 300 درهم، ولكن فاش تقول له اعطيني الحساب بالضيطه ينيشان كتلف له ما يعرف فين يبدا. يعني باين دار شي حاجه ماشي باين باللي صار باين. وانا وقعت لي في لوتوروت ديال جيت من زايو طالع لطنجه كليت ثاني في لوتوروت من تاكل تقول له اعطيني الحساب يقول لك 850 درهم. اودي السي محمد شنو هذا الشيء كيقول لك ها اللي عندنا اللي عندنا اللي ونطلبوا هذا الشيء ان شاء الله ما يتكررش في المغرب، لان جا لي هذه المره بزاف من هذا الشيء هذا الاثمنه غلاو عليهم سواء نمشوا للبحر قبويا ولا. ولكن في طنجه سيدي انا بالنسبه ليا في طنجه مشيت لازيله ومشيت لطه الدار كان كنت مع واحد السيد الله عمر له الدار في طه الدار ثمن مناسب ما كيطلعوش في الاثمنه. هذا الشيء عندنا غير في الناظور، الناظور زيو قبويا غير يشوفوك من الجاليه 1500 درهم 1400 درهم واش حسب لهم كنصرفوا حنا الفلوس؟ راه هادو الاخوان ديالكم راه مساكين. واش حنا غرباء في اوروبا وندخلوا لبلادنا ثاني غرباء؟ الله يهديهم وتكون شي اثمنه ونطلبوا من الله تعالى الامن يزير يكون تكون شي مراقبه مشدده من هذه الاثمنه هذه تكون شي مراقبه بالاخص الناظور وكل شيء ونرجعوا ثاني حتى بالنسبه الاخوات ديالنا والزوجات ديالنا وبناتنا فاش يتمشوا في الناظور ولا يكون شويه ديال الاحترام يكون بنادم يرد شويه من الغدا من البصر ديالو ما يتبعش العينين الزوجه تاع الراجل ولا البنات ويصدعوهم ولا هذه الظاهره ولات الجاليه بزاف كتشكى منها. وهذا الشيء اللي غادي نقول وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. السلطات المغربيه قنت الواجب نسنت قيمه الهفوات مزيان، ولكن الجاليه تعمل تس كوسات تعمل تس طريقه يعني خاصه تغل راد الشرطه راد الدرك ربما توقع جنها فوات موزي البوليس نغزي الدرك تغل تسقسان تحزان كذا غاد فهم، ولكن على العموم تغل السلطات ربما تسهل نشوف تلك الجاليه صراحه. خونا عقب المواطنين المواطنين نغيث مثل نغيث يستقبل ذي مطاعم ذي القهاوي ذي ميغا نخص المؤاخذة مغانس وكسا وجين شوها مجموعة من الإخوة ومعظم الإخوة عيشن الدين ذي 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 مطاعم عيشن الدين ذي ذي القهاوي أول وقع الاكتظاظ وقع خصن اكتظاظ ضد الطاس يخدم من ذقريرا يخدم من وانت خدجيسا قواناسا المعضلة مقرانت من عيش هو أنه أني نغذي فيكتورات مثلا ثمن غاك سويدة أربعة حوايج خمسة حوايج أتمشى حاجة تاع ذويج ذي 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 مش سقان الثمن طبعا مجموعة الإخوة سي والمخاس المواضيع هذه المواقع الاجتماعية كين كين نداءات كين إعلانات ثان معضلة مغام لأن تو أحسن ما نويت أحسن تو خونا باش يعني بنادم عن قصد ذي 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 فيكتورا حوايج واحد سويد لقد تخونا هذه السرقة قال سخطفت إمازير نيغاش يعني نيغا نيغا اش يعني الثمن حاجة هو التسكوين نيغا دي غادي غادي نيت مثلا يعني نيت البروبينا اللي غيخ في النس وخواص التبشير مش وقعي نش دي 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 معاك باش نقاوا راح نصور قهوة ما يسناوش يدير حساب يجمع دير حساب اون كاي كنيت شي خاص لي مالقاو في لندن يعني درت نيت الثمن ومن بعد نيغا سكاو شي كاس وشي كاس وشي البون زي 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 غاد اخر وشي البون في الثمن دوق يخ بدا ينمني دي بارا وخا منين شتا منين تاسكو شي غنين توا فلهذا نشوف شنو ما صنع قبر خو مشان ندي بوعاك ما صنع قبر وقعي مالو وقعي شنو مشان نشان قواص تاع كيبر وقعي شنو مشان حاج شنو ندير نتاع مواص تاع كيبر فلهذا ليست نشتي زي زي من وراء نخسن نخسن سنين غيث مضنا فقط طابية واش ولا خاصك تصور تصور ربما ربما غاتك المراقبة غاتفغ
غير الغرق هاوي ما تفعل مطاعم تخزى مثلا فاكتورات تخزر اثمينات اثمينه قمع على الخدونين انت وليك مش دغيا كدير عليهم لي فاكتوراج حاش بتسويد سميداتيه. السلام عليكم ورحمه الله. يوم الاخ مصطفى في فرانكفورت هيكس جمعيه مسجد حسان سكوا سال غفلان تسعد وثمين وينيغ. الحمد لله بنادم يروح على خير يعقد على خير وليد الاساس. وبالنسبه لناش منهم غيني زعما شي عجبي الحال سعدو غلا عطله يا عجبي الحال سوا الطاس نروح نقال له وازي ميتو نتمنى نتنق نزرى الحباب لنا نسارع نفاجا ايوا شان خبورات نسريت ريغلاد وين حق اللي غلا يتجا دي شان المسائل. ولكن عاود كوريجنت ما يسن ماني غيلاح غادي صار في 8 النص على حسب الخوان الشرائي غاري بنادم هذه راه حد يقيم ديال القهوه نسيت غيسو سوالف 500 اللي غادي ندير القهوه نسيت غيسو غير 7 دراهم فهمت. ايوا ما شاء الله البحار بخير منهم غنيين تما نشا السعر ديال قبل ما يترك واحد الصغ السعر ديال هذه كابي البركه. وبالنسبه للاستقبال الدخول ايوا الاستقبال حقا الشرمي سيوض نهاني تم الزواري وفوق مريج كيف على الحدود المريج حق نهاني تمشي تما نكاف شي حاجه تبقى حيت ونص وننصرف غوينات غتودري النق ارامي 10 10 ونص نجيرات نقيم هذه تحت حنيده سنقان شي نقات غالي الاخوان الطاسي ايتي دي سجل ندير المواقع الالكترونيه نقيم ديني حقا ونحرك الطوموبيل ولا دوينات ما مسمحي زي 10 ونص الصباح روح لا سمحي تبقى حيت ونص وين ثميتا تسمى وين نزول ونوع شيق ارامي 9 ونص نجيرتي نحرك الطوموبيلات غدي وانا تمغربش تغبر لي نصاح نقيم شي ندير تحت حنيده فهمت. وحقنا راني تو غتفوش فيا جماعه زعما منهم غيني تسلم تما راني تكا خاف نحقن. ولكن الحمد لله بنادم يروح على خير مع خدا على خير ونتمنى ان شاء الله غنغيت ورا ربي ديال العمر هذا نغزس نعاود عاود ان شاء الله يجيو سفار نغني ومنهم غيني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كيسالف مثلا عصير لا ممكن عصير الشتي تكون تسوين مي صغير انا ويجي نوقع الغلط عرفتي توقيع ولكن نديرو حوايج توقع عند القصد نزري هند نعيش هند نستنى كلشي فلهذا قاش خساره معناها هي الاستقبال كاين امواريه ثمثنا نشتي نتصل مع شي راس نتاع قيم وربما من هي وتشجيع والجاليه خصوصا الشباب كنكون نجاري 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 المغرب وتشجيع ودع قبنتين هذه راه ماين مغنيت يتغيم غاميسا يعني كيجي الجهات ام زوا يعني الصعوبات اك السلطات اما نهار اخو السلطات تخوفك كل ما عبد الملك السلطات تخوفك السلطات الحمد لله نهار واحد كيمشى عبد الملك السلطات السلطات المغربيه كاع مجهود صراحه حتى الشرطه الجدرميه الدرك سهر ما كانت جاليه زدت قاش تقديم غادي في الطوموبيل خرجت متر كره مباراه سدنت البوليس الجدرميه خو المشكل الطبيعي النور الطبيعي النور نشتي نيت ما ظنا استقبلنا نص طريقيه دخونا طريقيه نخطفت هذه خذ فيا شهرين ثلاث شهور او نلقى اخرها شهر 10 انا واش سقطت ولا نعم شكرا هذا نشتي نقاس خساره الاستقبال حق الجاليه التاسم واش نش شخصيا واش تعقل مشى هذا ماني غير في المعقول ماني غير في شويه من تزيدت الصراحه نخرج في نادي المغرب حقي من ولدك المعقول وني غير تقنط راه فيك الناس مزيان واش تعشى الخما زيد على المعقول واخا انا شفت درهم الزياده انا شفت درهم الزياده باش درهم معقول يتفرهنا يتفرقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.